او مبادره جديده، وعليها في الكليه حاليا 14 نموذج وسبع مبادرات، ولسه في روح من الشباب انه يزودوا هذا العدد. احنا كل من مره بنقول احنا ما عندناش مانع، ولكن قولوا لنا ايه القيمه المضافه. لما جت فكره اليو ان وومن بالذات لانها مضيفه لليونسكو كانت قبلها بسنه، كان ايه القيمه المضافه؟ لان القيمه المضافه متكرره، وبالتالي تم قبول هذا النموذج. الاحلى هو انه هذا النموذج راى انه يتم دمجه مع نموذج اليونسكو. عاده النماذج بتحب انها تبقى مستقله، يبقى لي رئيس، انا رئيس النموذج ده وده رئيس النموذج ده، الاثنين اندمجوا مع بعض، ما بصوش على ان ممكن يفقدوا جزء من الدعم المالي، لانه الكليه بتدي الدعم لكل نموذج بصرف النظر عن عدد الطلاب. لكن رأى انه الدمج يديله قوه، والحقيقه انه اعتقد ان الدمج ده اداله قوه كبيره. فكره كمان انه يكون عندنا نموذج بيعمل توعيه لدور المراه، للمشاكل اللي بتواجهها فتيات ونساء في هذا الوضع. بيتهيألي انسب كليه كانت تتبنى هذه الفكره هي كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، بطبيعتها وهيكلتها الهيكل بتاعها هي متحيزه للنساء والفتيات، سواء على مستوى الطلبه او على مستوى اعضاء هيئه التدريس، فكان لازم يكون مننا. لكن اللطيف انه المشرف الاكاديمي رجل وهو الدكتور محمد سجلان، والسنه دي كان رئيس النموذج هو ساهر، النهارده بنفتقده معانا، ولكن هو وعد انه يجي في اي وقت لاحق. اللطيف ان احنا نشوف بعض الشباب مؤمن بذات قدر الايمان للفتيات، بدور الشباب الفتيات والنساء في المجتمع. انا بقول لكم لازم تكونوا تملكوا نصيب لغه اجنبيه في الفتره الجايه، هو ده اللي هيخليكم مؤهلين للمنافسه في سوق العمل في الفتره القادمه في العالم. يمكن احب ان انا يعني اعتقد نقطه مهمه قالتها الدكتور شيرين ايضا، وهي فكره ان احنا مصريين وفخورين ان احنا مصريين. يمكن انا خلال السنة الماضية عشت خارج مصر فترة طويلة جدا، وشعرت ان انا قد ايه فعلا بقدر ان انا ولدت مصريا، وان شاء الله طبعا هكون مصريا، ولكن فعلا احنا لنا تقدير كبير في العالم وفي كل دول العالم. كل البلاد اللي انا اشتغلت فيها في تقدير للمصري، تقدير للثقافة المصرية، تقدير للحضارة المصرية، تقدير للسياسة المصرية، للدبلوماسية المصرية، وبالتالي انا اعتقد ان احنا يجب ان نبدا من هذه النقطه، نقطه ان احنا نكون فخورين ولكن بتواضع. اقرب فكره التفاخر والفخورين بتواضع بمصريتنا وباجتماعنا في هذا الوطن العزيز العظيم اللي هيستطيع فعلا ان هو في الفتره القادمه يقدم مستقبل مشرق للشباب، لانه حسيت ان النهارده في بعض القرارات فيها قدر بسيط، ولكن انا بقول لكم مجرد ان انتم شباب ولسه صغار السن ده بحد ذاته ضعف الامل، والامل ده امر مهم جدا 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 في حياتنا، وبدونه لا نستطيع ان نحيا.